مساء النور حبيباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير. اليوم جيت نوري لكم الجزائريين واش يديروا في المولود، في مولود النبي عليه الصلاة والسلام. هادو هما نديروا التقنطة، نديروا دي جاتو معسلين، نديروا دي ديسير، التمر المحشو، لي دات فارسي، دي جاتو صوالح تراديسيونيل، تو سكي تراديسيونيل نحطوه فرحا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي ندير القهوة تاع العشية، هذه في ليلة المولد، نهار قبل المولد نديرو كما راكم تشوفوا، نديرو البغرير، نديرو الرفيس تاعنا، نديرو لي جاتو، تقنطة، السلو، كل واحد واش يدير، نديرو المسمن، كل واحد واش يبغي. وهذا في الليل واش درنا؟ درنا الرشطة. الرشطة ها هما لي زيبيس راكم تعرفوهم، وريت لكم غير ابوبخي، كركم، سكنجبير، حرور، ملح، قرفة، زيت، وسمن، زبدة. هذه هي، وهذا هو هذا واش نديرو في المرقة. وهذه الرشطة تاعنا، وهذه درت البو القليل تاع، ما كترتش صوالح باسكو راكم عارفين الواحد كي ياكل ديجا هذوك التقنطة وياكل هذوك الصوالح ديجا يتبلع. درت اون سالاد، دي سالي، رشطة، هذه هي. والسهرة في الليل نديرو الشموع، لي بوجي، نديرو نحطو صوالح هادو، لي جاتو، ندربوكا بيان سور، ندربكو لي شونسون تراديسيونيل. هذه هي كيما راكم تشوفوا، نزوقوا شويه. الغدوه من داك البركوكس عندنا ساكري، البركوكس ولا الرقاق، كل واحد واش يبغي يدير. كيما انا نبغي البركوكس، درت البركوكس. هذا هو سلطه خفيفه وديدات، ديسير العنب، حطيت راس الحانوت بيان سور مع البركوكس، درته باللحم والدجاج والتعمار. هذا هو، ان شاء الله تكون عجبتكم لي تراديسيون الجزائريه، التقاليد الجزائريه. وكما عارفين بيان سور نموتوا على الصوالح هادو، طرديقات والشماع ولي فو دارتيفيس وكل شيء. ان شاء الله كل عام وحنا بخير، وكل عام وانتم بخير، وكاع الامه المسلمه بخير. ربي يرفع علينا ان شاء الله هاد الوباء ونولوا خير من اللي كنا ان شاء الله، وربي يشافي المرضى ان شاء الله، ويعافي اللي راهم بصحتهم ويخلي لهم صحتهم ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير حبيباتي، الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. I'm gonna go.